إن تطوير الاستثمار المنجمي يمر أساساً من خلال تحسين مناخ الاستثمار من أجل تشجيع المقاولاتية والاستثمار، وهذا ما يعمل عليه البرنامج الذي سطرته الحكومة طبقا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية. وبالفعل درست الحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي يوم الأربعاء المنصرم مشروع تمهيدي لقانون المنظم للنشاطات المنجمية، والذي يهدف أساسا إلى تهيئة بنية بيئة قانونية ملائمة تشجع على تطوير الصناعة المنجمية ويضع إطار تحفيزيا للمستثمرين من خلال تسهيل للإجراءات المتعلقة بالاستثمار المنجمي وتقليص لكل الآجال المتعلقة به، مع الانفتاح على الشراكة والمتعاملين الاقتصاديين الوطنيين والأجانب وتقديم الضمانات الضرورية لذلك، مع التركيز بشكل كبير على استحداث مناصب شغل على مستوى الوطني والمحلي.